مشاركة مجتمعية في مجال التراث، المقصود بيها إن إحنا بنعمل اتجاه تشاركي مع المجتمع في كل أنواع المشاريع المختلفة اللي بنعملها في مجال التراث. لما نقول مجال التراث دي كلمة يعني واسعة وكبيرة، وبتضم تحتها أنواع كتير من أنواع الشغل على الأرض، زي المشاريع البحث الأثري، التنقيب الأثري مثلاً، زي التوثيق الأثري، زي الترميم، زي ممكن كمان ما يكونش ليه علاقة بالآثار خالص، وممكن يكون ليه علاقة بالتراث اللامادي اللي ليه علاقة أكتر بالفنون والملابس والعادات والتقاليد وكل هذه العناصر المختلفة للتراث اللامادي. فالمشاركة بقى المجتمعية المقصود بيها إن إحنا لما نروح نعمل بحث أثري، إحنا فريق بعثة أثرية ورايح يعمل بحث أثري أو تنقيب أو ترميم، المقصود بيه إن إحنا نعمل خطة لإشراك المجتمع، إن إحنا نعمل توعية مثلاً بقيمة وتاريخ هذا التراث، إن إحنا نفهم المجتمع اللي عايش في القرية دي إحنا ليه كأثريين جايين من بلاد مختلفة، من داخل مصر ومن خارج مصر كمان أحياناً، لأن في بعثات أجنبية كتيرة جداً بتعمل في هذا المجال. ليه إحنا مهتمين إن إحنا نبحث في القرية دي أو في المكان ده؟ إيه أهميته التاريخية؟ إحنا بنأمل نعثر على إيه في المكان ده؟ إيه علاقة المكان ده بتاريخ مصر كلها؟ فمن خلال ان احنا مثلا بنقوم بوضع خطة للتواصل المجتمعي في التراث، سواء في الاساس بالتوعية بقيمة المكان للمجتمع المحلي، بيكون ده هو ده شكل المشاركة المجتمعية في التراث. فريق عمل في المبادرة بتاعتنا مثلا اللي هي اسمها The Place and the People، أو المكان والناس، إحنا فريق عمل أساسي مكون من شخصين أساسيين. إنما لما بنكون بنخطط لورشة مجتمعية في موقع أثري أو أي مشروع تراثي آخر، بنعمل تخطيط وبنفتح المجال للعمل معانا لمتخصصين آخرين من الشباب أو من أجيال أكبر شوية، إن هم يشاركونا في الاحتكاك بالمجتمع المحلي وفي خطة العمل اللي احنا مجهزينها. ففرص العمل أولاً بتكون إنه احنا محتاجين متخصصين باحثين من الشباب مهتمين بهذا الجانب من الشغل، اللي هو إلى حد ما يعني شغل جديد ولسه بيتطور في مصر وفي العالم على فكرة، ومش بس جديد في مصر وجديد في العالم كله، اتجاه جديد في هذا المجال. إن هم يشاركونا في إشراك المجتمعات المحلية في وضع خطط المشاريع أولاً، أو كمان بالأساس اللي بنحتاج فيه عدد فريق عمل أكبر هو التنفيذ على أرض الواقع. فأولاً إن هم يشتغلوا ميسرين، فرص عمل كميسرين للورش المجتمعية، أو كمان لو هنتكلم على المجتمعات المحلية اللي إحنا بنوجه لها الشغل ده، في فرص عمل إن هم يشتركوا معانا في التوثيق، في توثيق التراث المستهدف، توثيق التراث المحلي من شباب اللي موجودين في الهيئات الحكومية اللي احنا بنتعامل معاها، زي أهمها المكاتب المحلية لوزارة السياحة والآثار، لأن هم اللي بيساعدونا إن إحنا يكون لينا تواجد رسمي ومصرح بيه في التعامل مع هذه المجموعات المحلية. جائحة الكوفيد 19 أثرت بشكل أشكال مختلفة على شغلنا. طبعا هي أثرت بشكل مباشر إن إحنا مش قادرين نسافر خارج الأماكن اللي احنا فيها، مثلا احنا مكاننا في القاهرة مكان تواجدنا الأساسي، بس احنا كل مشاريعنا قائمة خارج القاهرة، في أسيوط، في رشيد، في الأقصر،
او في محافظات اخرى، فطبعا اثرت بشكل مباشر واساسي ان احنا مش قادرين نسافر ونجتمع بالناس على ارض الواقع. فزي هيئات كتير ومؤسسات كتير في مجالات مختلفة اتجهنا ان احنا نطور شغلنا عبر شبكة الانترنت عن طريق المحاضرات وورش العمل الاونلاين. فعملنا برنامج من محاضرات مختلفة موجهة في الأساس للمهتمين بالتراث بشكل عام، مش فقط للمتخصصين، بحيث ان احنا يعني بأكتر من هدف ان احنا نوعي المجتمع سواء في مصر كمان او خارج مصر، لانه بما اننا على شبكة الانترنت فكل الناس في كل مكان في العالم بتقدر تتواصل معنا، ان احنا نوعي الناس داخل مصر وخارج مصر عن مجال شغلنا، احنا بنعمل ايه، احنا هدفنا ايه، ايه الحاجات اللي عملناها قبل كده، ليه المجال ده احنا بنشتغل فيه وايه اهدافه. بنقدم لهم معلومات عن التراث باشكال مختلفه، سواء في شكل المحاضرات الاونلاين او في شكل حملات تشاركيه على موقع الفيسبوك او على موقع تويتر عن طريق صفحتنا. فالدروس المستفاده من جائحه كوفيد 19 هو ان احنا ازاي نطور شغلنا حتى في ظل الظروف يعني اللي فرضت علينا ان احنا كلنا نبقى موجودين في البيت ونبعد عن شكل شغلنا الاساسي.